والله يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لها الحين. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني من صور في شارع ابو زيد. هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ لا والله في الطبيعه، في الطبيعه. مساء الخير. مساء الفل يا مرحبا. سمي عامر تدلل تفضل. تسلم كلك ذوق، ما عرفتني. معت ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر. تشرفنا وياك ايه. ايه ايه باللي بعد. سمي اريد لي شقه صغيره حلوه مرتبه اذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي 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 شقق مو بشقه. مشي يلا مشي. وين بتروح انت يا ابن الحلال؟ انا بوريها شقه وارجع. خليك في المكتب خليك. ام عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد اتحدى تسلقين بها عين. ما ناقص على شوي اكسسوارات وبويات وتدلي تلق. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو؟ الا اكو غيرها. هالشقه راعيها طالب فيها 30,000، وانت علشانك بنحاول نخليها ب 20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك ايه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها؟ الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وانتي تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي أفهمك شنو أريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب، أنا عندي مطعم مفضل عندي بالحيل. نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتي مقلقل يا قلبي؟ No, thank you. اذنب قلقلة دروسك. اذنب. هلن. قولي يا عمري. ايش بيش التي؟ قولي وجه. ما اريد ما اشتي. ما جوعانة. يمكن انها تبي شكشوكة عدني. يا معلم. لا 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 ما اريد ما اشتي ما اشتي. وليش بتضايقة؟ يعني بصراحة كلش هواية متلبكة. ما دا اعرف حتى احكي. ايش هلا لبكت؟ الرياض كلها هنانة. فارس فارس وياه. صراحة أني حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسة لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت أنتي؟ موضوع تعتبريه أنتي عندي أنا. خلاص يا معلم هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة. هذا لا تجيب له. والله هو. مستحيل هو. شوف يا عمي هو. عامر عامر عامر. ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف اوف اوف.